تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروج من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من 3 أشخاص، تم توقيفهم جميعاً وتقديمهم أمام النيابة عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل فعلهم. التحريات توصلت من توقيف المشتبه فيها الرئيسي والتنقل لولاية مجاورة، كما مكن تفتيش مسكنه وضبط البن محل السرقة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم الوصول لاحتمالية تورط ذات الأشخاص في عدة قضايا مماثلة بولاية قسنطينة.